سلام حبيباتي، مرحبا بكم على قناتكم غسلت ليلي. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير، صحه فطوركم. قبل ما نشوفوا الروتين تاعنا، الصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوالا البنات، اليوم روتين كما عودتكم اواخر الشهر الكريم، شهر رمضان. باقيش بزاف البنات على الابواب باش يكمل البنات، الوغ ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. انا البنات روتين مشارجي مع نقولي مع الحلوى، راكم عارفين اواخر رمضان الحلوى اطيب، الشري هذه ما نحكي لكم شيء. والحمد لله ربي قدرنا ان شاء الله، وهذه هي ويتقبل منا هذا مكان. وانا حبيباتي بقوا معايا ونقول لكم فرجه ممتعه. فوالا البنات، تشوفوا هنايا عندي في الحلوى مشوك انايا، نبغي مشوك بزاف البنات، يعني من الحلوات المفضله عندي مع القريوش والصابلي وكاع. هنايا هاد الحلوى البنات راح نحطها في القناه الثانيه اللي هي غسات ليلي 2 او وصفه ليلي. نحط لكم الرابط في صندوق الوصف في برومي كومونتير، يعني اول تعليق مثبت، غير كتبوا غسات ليلي 2 ووصفه ليلي راهي تخرج لكم، يعني بالعربيه والفرنسي راهي تخرج لكم البنات. هنايا مشوك راني عاد فاديه، شوفوا فاديه راهي ندير في الفطور، وهنايا راني ندير في الكاطو. الفطور ماش راح نكثروا كما قلت لكم، ساي بقى والو يكسموه رمضان يكمل، نديرو يعني في اواخر رمضان البنات، نديرو كاع يعني نديرو غير كان دون كاع الاخوات كما هنايا. فوالا البنات، وكما قلت لكم انا مشوك نموت عليه البنات، من الحلوات المفضله عندي مع الكريوش. الكريوش هو المرتبه الاولى يحت المرتبه الاولى، ومن بعد نبغي الصابلي تانيك، صابلي نورمال كونفيتير شوكولا يعني التقليدي. نبغي مشوك، شفت يعني البنات مقروض، غتقولي لي مقروض، نبغي المقروض مي شوي با فان البنات، نبغي نديرها كاع مي شوي با فان، ما نكذبش عليكم، ناكل حبه ولا بالك، بصح باش نقول لك زعما شوي فان وناكل نعاود نو، حبه سيتو هذا مكان، بصح كريوش وكاع نبغي، كريوش جادوغ صاحبي البنات نموت عليه. فوالا كما كنت تلاحظوا البنات، عباك الثوم البصل، ودني فادي تربي في البصل، راني نحكي لكم تحس بيا راني مريضه. فوالا هنايا دوك تشوفوا شنو غادير فادي، راح نديروا كويس دو داند او فور البنات، وراح نكمل المشوك تاعي ونديرها يطيب. كما قلت لكم اطلقوا الوصفه في القناه الثانيه، مشوك رائع البنات، رائع يدوب ذوبان، يعني جي غاردي توجور لا ميم غوسيت، الوصفه التقليديه بصح نبغوا نمدوا هذيك اللمسه تاعنا، ونتو واحد اللمسه البنات، واحد المشوك غادي يجي رائع رائع رائع، يجي يدوب ذوبان. هذه يا حبيباتي، دوك انا غادي نزيد نطحن الكوكا وصاي، شوفوا كمل لي باش العجين نشوفوا شحال باقي، ونزيد ندير بياض الصفار، بياض البيضاء والصفار نحتفظ بيه ندير بيه صابلي، باسكو الكاطو مازال ما كملش، نحتفظ بيه نبلعه نغطيه ومن بعد ندير بيه حاجه اخرى كاطو ولا. وهذه هي البنات، راكم معنا، ونتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. وهنا فادي راهي دير في لا غوسيت تاع قلت لكم لا مارينات. فوالا فوالا البنات، لا مارينا تاع فادي اش دارت، رابط حبه بصل، هادي ديروها في البولي، ديروها في لادان، ديروها ما بغيتوها، رابط حبه بصل، زوج فصوص تاع الثوم نيشان فادية، دارت التوابل اللي هي بابريكا كما تشوفوا، كركم هاونا، كركم، سكنجبير، الملح، شويه فلفل اسود هاونا بعد حطيته هنايا، يعني توابل عاديه كما راكم تلاحظوا. دارت موطارد نص ملعقه، شحال موطارد نص ملعقه هنايا، هذا شو الليكيد هذا سيترون، دارت حبه شحال حبه ولا شحال حبه سيترون. هنا راح دير زيت الزيتون بصل رابيتي بصل رابور بلاتة، ودير زيت الزيتون متكتر زيت غير شويه، فوالا هذا شويه فوق الزيتون هذا، دير الزيت وي ودير شويه زيت، غدير الزحتر غدير شويه زحتر، شويه قصبر وشويه معدنوس مقطعين فريمون ركاك ركاك، الزيت جوج مغارف تاع الزيت، الزحتر راه في لابوا تماك، ولا جبيه من برا كاعين برا الزعتر. فوالا بلات هي كملت العقدة تاعها، العقدة بليتو لا ماغينا تاعها، دارت معدنوس قصبر والزعترة، الزعترة قالتها من الجردة جديدة، كيما تبغو ديرو الزحتر الشي اللي عندكم. وش درتي تانيك؟ هذا مكان شو زدتي؟ ولي زيب سي قلت لهم، دارت ايبي سبيسيال لا فيوند، هذا مكان لي زيبي سي قلت لهم قبيلة، وهذا مكان هاي من العقدة تحصلوا عليها كيما هكا البنات. هنايا غت شنو غديرو؟ غادي تغسل لادان وتطلي بيها ونخليها ساعة، هي دو بريفيرونس خلوها تماغيني كاع الليل كاع النهار ساعة سوايع، وانا نسيت كاع تضرب لها كنت في حلوة فادية غتمريني لادانت هكا باش نخلوها هذيك الساعة من بعد نطيبها، كي تبقى ساعة المغرب نطيبها ولا ساعة ونص هكا نطيبها، مازال حدا غير ربعة هذا الحشية هاي الربعة أيوا هذه هي البنات. هنايا سي بون كملت، مازال ما كملتش مازال لاباط باقيني، هذا السنين الأول راه يقطع كمية كبيرة، راح ندير زوج سنيوات إن شاء الله، صاي راح ندير راه يطيب
وكما قلت لكم تشوفوا الوصفه بالتفصيل شدت فيها والمكونات وكل شيء، والمكون السري ولا السحري ولا ايش هذا يسموه اللي درتها في القناه الثانيه بتاكد عليها وصفه ليلي دو او وصفه ليلي. ولا حبيباتي فيها درت بني وانتاني شباب درت مقرود، واحد المقرود ديال البنات نحكي لكم واش نقول لكم سيو كاع الشيلات كاع الشيلات سيو المقرود. روحوا تشوفوا لي كومونتير جا رائع 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 بنين بزاف بزاف. نتمنى تروحوا تشوفوا في القناه الثانيه المقرود اللي بغوا المقرود البنات شدوا التاني في القناه الثانيه ثانيه بنيود المقرود نسيت لا روحوا شوفوا والله نسيت البنات نسيت هذا كاع هذه هي هنا غادي نطيب فوالا البنات هنايا قبل ما ندير الماريناد بالخدمي هكا غير شويه صايف هذه ندير هنايا وصاي هكا باش صاي سي بون سي راح ندير معاها 3 كيزو بولي باسكو رشيد ما يبغيش فوالا لا قع قع فوالا البنات هنايا راهي دارت لا ماريناد كما شفتوا معاها دارت من ومن في لا كويز دو تاع لا داند وكويز دو بولي تاعي درت معاها شويه بولي باسكو كاين ما يبغيش لا داند. فوالا هنايا طلعت منا ومنا بالخدمي هذاك قبل ما تطلو بالخدمي شوفوا دير هكا فتحت شويه بالخدمي بالموس يعني بالموس وبالسكين فوالا باش الاخوات يفهموا وطلعت مليح لا ماريناد كما راكم تلاحظوا ونخليها تريح هذيك الساعه ولا كما قلت لكم ساعتين هي من الاحسن تريح شحال من ساعه. فوالا شوفوا معايا شوفي لا ماغي تحتك شفيها هنايا رفديها فوالا ديها من الفوق غايه بزاف على بالك فوالا ديها من الفوق تحت درتي غايه فوالا وي لا ريستون كوغ واتليهم كاع عمريها كاع. والبنات كما قلت لكم راح ندير معاها هاد البطاطا هادي بطاطا هادي صغيره تجي كيما هكا راح يعني بجلاخه البنات ما نقوهاش بطلقوها نقوها دبر سانكو بصح نديوها كيما هكا يعني طيب كيما هكا نغسلها مليح بالخل نخلي فيها الخل خمس دقائق نغسلها مليح مليح ومن بعد راح نغليها شويه في الماء بكشورها نغليها بشويه ملح في الماء يعني غير ندخلها الطياب طيب شويه هكا خاصها بالخف الطيب هذه ومن بعد تكون طايبه ديجا مغليه كي طيب لي لاكويز تاع لادانت يعني كي طيب راح بارك لاصوص وهذاك الاخر نرميها هنايا ونخليها تشرب هذيك لاصوص تاع البولي فريمون تجي واحد البطاطا رائعه. وقبل ما نديرها كيما هكا نديرها شويه لي زيبيس بيان سور شويه الثوم منا ونديرها هنايا بيان سور نديرها شويه لي زيبيس مع عدنوس شويه حرور شويه كركم شويه كمون شويه منا ونديرها على فان كاع كي طيب الدجاج نديرها طيف لاصوص تاعها هاي سهله مهله. انا سابون شوفوا غادي تغطي فادية وتخلي تمارينا هذيك الساعة ولا ساعتين ومن بعد نطيبوه إن شاء الله. كي نطيبوه فادية دير شوية السمن من الفوق ولا الزبدة وعشاك هاكا ديري زوج زبدات هنايا وهنا شوية باش تجي بنة شابة ويجي محمر البنات هادي هي. فوالا هنايا الدنيا تعمل في الماشينة باسكو باقية ساعة المغرب قلت لها ديري عمل الماشينة المواعين هادو اللي قبل المغرب من بعد تاع المغرب راكم عارفين. هنا الفادية تقف في المعقودة كما كنتو تشوفو ها هنا الفادية دي في المعقودة. دنيا غسلت معي كما قلت لكم وراهي دي في لاطاخ بغات لاطاخ تفخاز تفخاز باسكو بوها شالي فخاز من الاوشون ايو وجاب بزاف هيا قالت لي ماما نديرو بهم لاطاخ قلت لها ديري هنايا قرع خمس دقايق لاباتشيري هادي بغيزي نو صابلي صابلي لاباتش صابلي وليلى يدي في الطابلة ياسمين ليلى عملت البوراك وهذه كل دارت حاجه كيما انا في البنات تضحك دنيا هاكي تضحكي اسمها فوالا هنايا ليلى دير في وحدها في الطابله بس في ياسمين راهي لا هي معانا وليلى راهي دير في الطابله كملتي الطابله ليلى فوالا كل شيء كما كتشوفوا فوالا تبغي توجور البنات بصح عارفه نوري لكم هنايا لا ناتور مع وقت المغرب قبل المغرب باقيش بزاف بقى حد 20 دقيقة المغرب البنات فوالا لا ناتور فريمون سي بو خلق الله سبحان الله يا ربي فوالا البنات فوالا مع الجزائر بيان سيغ باسكو رمضان بلا كان الجيري سي با رمضان بور نو فوالا فوالا البنات شوفوا البطاطا غليتها كما قلت لكم طيبتها بالملح وكاع وهنايا ريحه لادين وهذاك لاصوص اللي بقات فيها منها لادين درت فيها البطاطا تتحمر هنايا في الفرن في الفرن بلا تاي درت فيها شويه الثوم شويه معدنوس شويه حرور هذيك لاصوص خلط خلط درت شويه زبده من الفوق ودخلتها دوك راني نخلط فيها يعني حتى نخلطوا باش دخلوا مليح لا ماغينات في البطاطا فريمون تجي بطاطا رائعه البنات هنايا سي بون نخليها شويه تتجمر شويه حد دقيقه ولا في الفرن ايوا نقرحها يعني ديروها وخلطوا وهنايا انا بوغ موا سي بون راهي مجمره
صافي نتوما خلو واحد 10 دقائق ولا نتوما خلطوا هكا خاطر نقلبوا عليها وخلطوا باش تجمرتوا بهاد لاصوص تاع الدجاج هادي ولا تاع الاخر هادي هي فوالا فوالا هيا صاي بنات خلي نفطرو انا شويه الروطه ربيبو سي با غاف فوالا شوفو البطاطا اللي درتها محمر فريمون تجي هايله مع لاطين هاي بينا هذا 12 فوالا اللي هي تكون شطحه بال شطحه بال قولي بالكبده هاي بينا بنات بعيده عليا شطحه بالكبده فوالا فوالا عمو العقود هاك ما مالف أو لا نورمال حشيش درتها مني درت بوندتها انايا بديت فيها انايا وانا قلت لها هي مريم كملتها عليا فوالا هاي صحتكم 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 بورا شو؟ لا ما